مساء الخير جميعا، أسعد الله مساءكم بالخير والصحة والعافية، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يا رب تكون أيامكم كلها أفراح وسعادة، وأنتم وكل أحبابكم بصحة وسلامة، وإن شاء الله كلنا مسؤولين وجالسين بالبيت ونستمتع مع بعض بالحوار اللي إن شاء الله راح أتكلم فيه معاكم. من خلال منصة إشراق اليوم راح أتحدث عن موضوع ولكن بأسلوب سهل، يعني بطريقة مبسطة بعيدا عن النظريات. اليوم الموضوع يخص العقاب، والمقصود فيه عقاب الأطفال بغض النظر عن أعمارهم، سواء كانوا يعني صغار في العمر، أطفال من سن الطفولة المبكرة، أو كانوا شباب أو شابات في سن المراهقة. أيضا الموضوع يخص الجميع، يعني سواء كانوا الأطفال من ذو النمو الطبيعي أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. عملت لكم ملخص هنا، طبعا كاتي أستاذة لازم أكتب الموضوعات اليوم إن شاء الله تكون واضحة هنا عندكم. الموضوع الأول راح أتكلم فيه عن لماذا يحدث السلوك بشكل عام، يعني شرح مبسط عن أسباب السلوكيات الغير مرغوب فيها، إيش أسبابها. الفقرة الثانية راح أتكلم عن كيف نتصرف إذا حدث السلوك، والفقرة الثالثة هل العقاب أسلوب مرغوب فيه؟ يعني إذا حصل السلوك الغير مرغوب فيه بنقوم بالعقاب، هل العقاب أسلوب تربوي مناسب؟ والفقرة الأخيرة حتكون الأساليب المناسبة. أوكي، طيب أحب تنتبهون لي، تركزون معي، وكعادتي أرحب بكل المشاركات، كل الأمهات والآباء والأخوان والأخوات الكبار اللي مسؤولين عن تربية أخوانهم وأخواتهم الصغار. أي مشاركة عندكم تفضلوا اكتبوها، إذا كان الوقت غير مناسب إن شاء الله راح أخصص وقت اليوم، بحسب الساعة وبخصص وقت إنه تطرحون الأسئلة وندردش مع بعض ونتشارك فيها. أوكي؟ إذا الفقرة الأولى، لماذا يا ترى يحصل السلوك الغير مرغوب فيه؟ ما راح أقول السلوك السيء، أنا ما بسميه سلوك سيء لأنه ما في شيء اسمه سلوك سيء، وما هو سيء عندك قد يكون سلوك يعني سلوك مقبول، أو تصرف أو ردة فعل من الطفل مقبولة عند مجتمع آخر أو في أسرة أخرى. لكن السلوك الغير سوي من وجهة نظرك أنت كوالدة أو كوالد، ليش أصلا يحصل؟ بغض النظر عن هذا السلوك، سواء كان مثلا العناد، الصراخ، إيذاء الآخرين، ضرب الآخرين، تخريب أو تكسير أو انفعال أو كلام بذيء أو أي شيء من هذه السلوكيات يصدر من الطفل. وزي ما ذكرت لكم، أنا معلش شوية أحب أعيد في البداية بس إلي ما الكل يجتمع، لأنه في ناس إلى الآن ما حصل لهم الفرصة يعني يدخلون. هل السلوكيات هذه الغير مرغوب فيها ليش تحصل؟ وليه أنا بديت فيها؟ أحياناً المعرفة هي نصف الحل، معرفة سبب حدوث السلوك يختصر عليك أشياء كثيرة، قد يكون السبب شيء أنت بإمكانك أنك تتفاداه في البيئة مثلاً، أو تغيير معين ينعمل في الغرفة، أو في موقف معين، أو موقف اجتماعي معين وغيره. هناك أسباب متنوعة لحصول السلوكيات الغير مرغوب فيها،
ممكن يكون أحيانا بسبب لفت الانتباه، ودائما تسمعون أتوقع الكلمة هذه عند أخصائيين التعديل السلوك وأخصائيين النفسيين والمربين والتربوي، يقول لك لا 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 تنتبه له، إنه هذا لفت الانتباه. صحيح قد يكون يعني له دخل، لكن ما يعني هذا إنه أنا ما أتصرف اتجاه هذا السلوك. أو ممكن يكون لتوصيل رسالة معينة، يعني لفت الانتباه بغرض توصيل رسالة معينة، يعني الطفل يبغى يشرح لك إنه بهالطريقة هذه الغير سوية أنا قدرت أوصل لك إني أنا متضايق. أو ممكن يكون بسبب الملل. أحيانا السلوك الغير مرغوب فيه أو السلوك الغير سوي قد يحصل بسبب الهروب، يعني الطفل مطلوب منه أداء مهمة معينة، مثلا انه يجلس ويركز على الدرس، خصوصا في وقت التعليم عن بعد، وما والطفل يبغى يهرب من هالسلوك هذا، عفوا من هالجلسة التعليمية، او هروب من مهمة معينة طلبتي منه انه ينظف، يرتب البيت، يعمل شيء معين، يشيل اغراضه، يؤدي غرض معين، يهتم في شخص اخر، المهم انه المطلوب منه ما يبغى، ف يهرب منه من خلال سلوك غير سوي، يرد بأسلوب بذيء أو يصرخ أو يرفض أو يكسر. أحيانا ممكن يكون بسبب الملل، يعني الطفل ما يكون عنده شيء واضح، نشاطات واضحة، يعني تكون الحياة عشوائية ما هي منظمة، الطفل عايش بطريقة غير منظمة، فبالتالي الملل هذا يولد هذه السلوكيات. أي شخص يعني حتى أنتم يا البالغين لو تكون فترة طويلة ما عندك أهداف معينة وما أنت عارف اليوم ايش راح تبدأ، ايش راح تعمل او كذا، ممكن تتصرف سلوكيات مملة او سلوكيات غير سوية. ايضا غياب التعزيز، وليش انا اقول كلمة غياب التعزيز؟ احنا دائما نركز لما نقول عن العقاب، وهو موضوع اليوم، حوار اليوم العقاب، احنا نركز على ايش ردة الفعل السلبية تجاه الطفل. لا، انا ابغى استبدلها واعتبرتها من ضمن مسببات السلوكيات الغير سوية، هي غياب التعزيز. وطبعا النظرية السلوكية تتكلم عن أهمية التعزيز، الدعم الإيجابي، التعزيز اللفظي، مديح الطفل، الثناء على السلوكيات الجميلة المناسبة حتى لو كانت بدرجة معينة بسيطة، يعني ما هو بالدرجة الكافية اللي أنت ترغبين فيها أو المطلوب منها، لكن إني أنا أعطي تعزيز. أحيانا غياب هذا التعزيز الطفل ما هو عارف متى يا ترى عمل سلوك مرضي عنه، ولا متى أسرته وافقت على هالشيء هذا، والله قالت ممتاز، أحسنت، برافو عليك، هذا الشيء جيد، سلوكك مناسب، عملت كذا وكذا، وهذا شيء تشكر عليه. ننسى إحنا كأسرة أننا نمتدح أطفالنا، يعني حتى يمكن نمتدح الآخرين، أصدقائنا وصديقاتنا وأقاربنا، وننسى أن إحنا نوجه الثناء والمديح لأطفالنا. فبالتالي إذا ما في تقدير للسلوك الإيجابي والتقدير والتعزيز المستمر هذا بيخليه يرتفع، ليش؟ لأن الطفل عمل سلوك معين ولقى ردة فعل جيدة وردة فعل إيجابية، فأكيد راح يحرص أنه يكرر هذا السلوك مرة ثانية، لأن السلوك هذا سمعت كلام جميل، أبوي شكرني عليه، ولا أعطاني مكافأة أو إلى آخره. أنا ما حطيت لكم أساليب تعديل السلوك واعتبرت التعزيز من أساليب تعديل السلوك، لأني بصراحة أنا أعتبره شيء مهم جدا، وأحيانا أنا أعتبر السلوك الغير سوي يمكن يظهر بنسبة كبيرة جدا بسبب غياب التعزيز والدعم الإيجابي والمديح والثناء. أيضا من ضمن الأسباب اللي تؤدي إلى السلوكيات الغير مرغوب فيها وجود اضطراب معين لدى الطفل. بداية الكلام اليوم قلت لكم إنه راح يكون محور الحديث يعني عام للجميع، للأطفال ذو النمو الطبيعي أو للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. فوجود اضطراب معين أو وجود إعاقة لدى الطفل يكون عادة مرتبط فيها بعض السلوكيات الغير سوية لعدة أسباب. إما يكون في ضعف في التواصل، يعني الطفل ما عنده القدرة إنه يعبر، سواء تواصل لغوي أو تواصل بالتعبير عن المشاعر ويشرح هو الشعور وإنه هو ليش متضايق،
حتى لو كان الطفل ناطق، يعني ما بتكلم عن فقط الأطفال غير ناطقين، بس حتى لو الطفل ناطق أحيانا ما تكون عنده القدرة أنه يعبر. يعني شوفوا أنتوا فكروا فيها، حتى على صعيد الأشخاص البالغين أحيانا تصير فيه خلافات أسرية بين أشخاص بالغين، يقول لك سوء تفاهم أو سوء تعبير، الشخص ما قدر يوصل للطرف الآخر وش المقصود فيه. فأنتوا عمموها على الأطفال اللي أساسا عندهم مشكلة معينة أو نقص أو تأخر نمائي يعيقهم من التعبير عن مشاعرهم رغباتهم واحتياجاتهم، فوجود هذا الاضطراب يسبب سلوكيات غير سوية. النقطة أخيرة، مع أنه في كثير أسباب أحب أتكلم عنها اليوم اللي السلوك الغير سوي، لكن اللي هي التدليل، الإفراط في التدليل، التدليل الزائد، يعني أنا باستمرار الطفل أي شيء يسويه أسكت عنه أو أتغاضى عنه أو أقدم له حماية مبالغ فيها أو أي شيء يطلبه أقدمه له منعا لي حصول السلوكيات الغير سوية. يعني أقول لا بلاش أتحمل صريخ ولا إزعاج ولا بينفعل علي، أريح نفسي وأقدم للي يبغاه. والله أنا أخذت الآيباد من طفلي وصرخ علي يلا خذه، الموبايل يلا خذه، اللعبة الفلانية يلا، وهكذا. فالتدليل الزايد أو الحماية الزائدة ممكن تسبب سلوكيات غير سوية. أنا كل شوي بس بطالع الساعة عشان أحب أرتب وقتي وأسمح وقت نفتح فيه الحوار. قد يكون للبعض منكم الحين، أنا قاعدة أشوف إنه ما في، لا في فرص للمشاركات، لكن بشكل عام إذا ما قدرتوا تكتبونها احفظوها في الذاكرة، إن شاء الله ذاكرتكم أحسن مني، وراح نفتح مجال الحوار بالأخير. طيب ببدأ بمثال وأرجو من الكنترول يفتحون المشاركة الآن. ببدأ بمثال، مثلا أنت عندك طفل جالس على الآيباد ولا جالس على الجيم كونسولز، الآن مع الأسف كل الأطفال أجهزة مشبوكين، فهالطفل هذا جلس ساعات طويلة وأنت متضايقة لأنه أثر على نظره وما عاد في تواصل وما يجلس معاكم طول الوقت، أو يمكن الولد أو البنت عندهم واجبات، فهو عنده واجب وبعد شوي لا خليني بس بخلص هاللعبة هذا، لا بابا أنا وصلت لمرحلة مهمة وإلى آخره. زين تخيلوا معي هذا الموقف، بعد كذا أنت قدام الطفل في كاس عصير وشي من كب وأوراق شيبس وغلاف شوكلت وغلاف حلويات وحوسة اللي قدامه، يعني لا هو اللي نظف ولا هو اللي استجاب وعمل شيء مطلوب منه مثل نشاط واجب معين أو أنه يتفاعل ولو جزء بسيط أو أنت حددتي ساعات معينة. المهم أنا حابة يعني أنك تتخيلين موقف سلبي يستدعي تدخل منك، ووقفتي وطلبتي منه انه يوقف الآلة، لو سمحت سكر الجيم، لو سمحت سكر الايباد، شيل الاشياء اللي قدامك، لو سمحت شيل الكاس، لو سمحت نظف العصير، رفعتي صوتك ووبختي وما سمع الكلام، فاضطريتي ان انت تتصرفين تصرف اقوى او اعلى، فبسرعة بس عشان يسكتك عشان يرجع للشيء اللي هو يبغاه، تخيلي مثلا انه راح بسرعة الطفل قام للمطبخ وحط الأغراض ورمى الكاس والكاس طاح وانكسر ورجع وجلس يكمل اللعبة. أنت كأم أو أنت كأب، إيش ردة الفعل المناسبة اللي ترى أنها مناسبة؟ وهل تشوفون أنه تصرف الأم سليم؟ ردة فعل الأم لسلوك العناد، الطفل عاند وما ترك الجيم وما عمل الواجب والأغراض قدامه وسخة وحوسة وبسرعة راح المطبخ وكسر شيء ورجع. أبغى أسمع أقرأ تعليقاتكم إذا ممكن يسمحوا لنا. أنتوا إيش تعتقدون؟ إيش رأيكم؟ هل ردة الفعل هذه سليمة أو إيش اللي أنتوا تشوفونه؟ ما هو التصرف المناسب؟ أوكي تصرف الأم خاطئ، طيب ما هو التصرف المناسب؟ اكتبوا لي اقتراحات، وش اللي كان مفروض تعمله؟ اللي توها دخلت أو توه دخل،
احنا تكلمنا عن سلوك غير سوي. الطفل جالس عند الايباد يلعب جيم ساعات طويلة، طلبت ان الطفل يوقف، الطفل ما وقف، وقدامه اشياء غير مناسبة، وسخ واوراق وشبس والى اخره، بسرعة راح رماها، كسر اغراض في المطبخ ورجع. ايش التصرف الصحيح؟ تقريبا هنا مشاركتين، صحيح تحديد وقت معين انك تترك الجهاز او راح اشيله. اذا انا هنا بدأ مرحلة العقاب، أنا لما أقول أني أنا أهدد بإزالة شيء محبب لدى الطفل، أنا دخلت في مرحلة العقاب. الشرح فعلا هذه مشاركة رائعة، أنه أنا أشرح للطفل اللي سواه وليش هذا الشيء غلط وإيش اللي يفترض أنه يقوم فيه، وبعدين يرجع يلعب. فعلا العصبية معدية، إذا أنا واقفة طول الطفل طول الوقت قدام الطفل متنشنة، سكر سكر سكر، شيل، حط قدامك إلى آخره، خلاص الجو كله صار متوتر. العقاب أأجل لبعدين؟ ممكن، صحيح، نعم أأجل العقاب لبعدين، خصوصا إنه الطفل ما هو مركز الآن. عاقبة وقعها أخف على الأطفال من عقاب. حلو الاسم، عجبني. أيضا أعطيه وقت معين. تقريبا اتفقتوا كلكم على اسلوبين او ثلاثة، اللي هو شرح الطفل ليش سلوكه هذا غير مناسب، وتخصيص وقت معين. والبعض منكم صحيح اخليه يساعدني في التنظيف، وهذه اسمها الغرامة. يعني انتوا الان بمشاركاتكم هذه اختصرتوا علي الوقت. طيب خلينا نشوف أنواع العقاب اللي هو موضوع اليوم. طبعا زي ما ذكرت لكم، أنا ما راح أتكلم عن النظرية السلوكية وكيف التعزيز تأثيره من ناحية النظرية السلوكية، بحيث أني أنا أنواع التعزيز، الأنواع أوقات التعزيز وإلى آخره، لأني أنا بالبداية شرحت أن التعزيز ما أعتبره، يعني أنا أعتبره سبب للسلوك الغير سوي، أني أنا ما أعطي الطفل تعزيز إذا يظهر عندي سلوك غير سوي. بالعكس، ها أنا مؤمنة بأهمية التعزيز ولذلك أعطيته الأولوية، عززي ادعمي السلوك الإيجابي وإلى آخره. طيب أنواع العقاب الشائعة، بتكلم لكم عن أنواع العقاب الشائعة اللي نشوفها الدارجة يعني، واللي تعتبر غير مناسبة، ونشوف إيش تأثيرها على الطفل. أول نوع ودائما يتكرر كثير اللي هو التوبيخ، كثرة التوبيخ والملامة. كل واحدة أو كل شخص الحين فيكم على حسب لهجته، هوش، توبيخ، تحقير. أيضا الأشياء اللفظية، العقاب يعني انعمل السلوك الخاطئ، مثلا انكسر شيء أو ضرب أخته، أو البنت ما سمعت كلامها وما نظفت غرفتها أو ما حلت الواجب، فعلى طول ردة الفعل الطبيعية إن احنا نوبخ، ليش وعملت كذا، وهذا أنت سيئة، أنت مهملة، أنت كذا. أني أنا أستخدم التجريح اللفظي، والتجريح اللفظي يعتبر نوع من أنواع الأساليب، أو عفوا أسلوب من أساليب العقاب الخاطئة الغير مجدية، واللي لها آثار نفسية وتبعات ضارة جدا على الطفل. النقد الجارح، المقارنات، أني أنا أقول له علشان أقنعه، شوف أخوك نظف شيء كذا، أختك درست، فلان زميلك عمل دائما شكله نظيف ومرتب، زميلك مثلا خطه أنق منه، وهكذا. أني أنا أعمل مقارنة سلبية، أحيانا إحنا نعتبرها كنوع من التلقين، أني أنا أعمل المقارنة السلبية، التحقير المستمر، التقليل من شأن الطفل. وآخر شيء طبعا واللي بالفعل يعتبر جدا ضار، اللي هو الضرب. الضرب بلحظات الانفعال خاصة، أني أنا أضرب الطفل سواء كان الضرب على الوجه، أو كان الضرب على الجسم، أو كان الضرب، أو كان الدف بقوة على مثلا جدار أو إلى آخره، أي تعنيف جسدي
أستخدمه كأسلوب من العقاب بغرض إيقاف السلوك الغير مرغوب فيه. الطفل قام بسلوك، طفل عمره 5، 3، 15 بغض النظر، وأنا وجدت أنه أفضل شيء أني أنا أضربه. ليش يا ترى الأسر تقوم بسلوكيات الضرب؟ بالتأكيد في ظروف صعبة تمر فيها الأسرة، أحيانا ضغط نفسي، توتر، خاصة إذا إحنا نقدم الرعاية لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. الأطفال ذوي الهمم تكثر السلوكيات وتتكرر نسبتها، وأحيانا تزيد حدتها خلال اليوم، ففي درجات معينة من الصبر، وبالتالي أحيانا يوصل الإنسان لمرحلة معينة يعني من الغليان وخلاص يخرج فيها عن طوره. أنا الأمثلة هذه اللي ذكرتها طبعا كلها تعتبر أنواع من العقاب الشائعة. نشوف إيش تأثيرها، وأنا علشان أشوف تأثيرها لحظة دقيقة لو سمحتوا. أوكي، أنا عشان أشوف تأثيرها بس لأن حبيت أشوف إذا في مشاركات حتى ما أضيعها أو ما أنساها. إيش تأثيرها؟ راح أقول لكم قصة، وإن شاء الله إنه الشخص هذا ما يسمع هذا الفيديو أو ما يشوف هالشرح. تجربة حصلت لي أنا بشكل شخصي. كنت أمر بمراحل معينة لعدة أشهر، كان عندي مشاكل كثير، وكنت أمر بضغوطات كثير، وكان عندي الطفل ابني عمره 5، 6 سنوات، وكان كثير يعني شقي. زين، أنا ماني عارفة كيف أخلي المشاركات تروح، مو مشكلة. وكان الطفل شقي، يعني كل شيء يخربه يكسر باختصار، وعنده تطورت عنده غيرة من أخته، كان في فرق يمكن 3 سنوات بينه وبين أخته، مع أنه أستخدم أساليب التربية الحديثة، التشجيع، الدعم، وما أعمل طبعا مقارنات، والجميع سواسية. أسلوب الضرب أنا كنت أتضايق جدا من أي شخص، يعني إذا كانت مثلا إحدى الصديقات أو إحدى الأقارب أنهم يستخدمون أسلوب الضرب، بصراحة كنت أنتقدهم، يعني لأني أنا أؤمن بتأثيره السلبي. تكرر السلوك في يوم معين، بالفعل كان، وما أعطي نفسي العذر، ولكن أشرح لكم الظروف اللي ممكن أي واحد فيكم أو أي أم فيكم تمر فيها. بلحظة انعميت زي ما يقولون فيها، كنت جدا مضغوطة وما عندي حل، كل شيء سويته، كل لائحة كتب التربية عندي طبقتها وما توقف السلوك، ففي لحظة انفعلت وضربته. زين، الضرب إلى الآن أتذكره، ضربته على كتفه، كنت عصبت عليه، صرخ صراخ توبيخ، مع ضرب ضربته ضربتين ثلاثة، طخ 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 على الكتف، إلى الآن أنا أتذكرها. هل توقف السلوك؟ راح أشرح لكم اللي حصل. نعم توقف، لكن توقف لفترة محدودة أولا، وبعدها رجع، هذا واحد. إذا السلوك فعلا قد يتوقف، لكن إذا ما حصل فهم واستيعاب ليش أنا عوقبت، أو لماذا يعتبر سلوكي هذا غير سوي أصلا، اشرحي لي، فهميني، هذا واحد. اثنين، صار في خوف، الطفل صار يخاف مني، فأنا بعدها طبعا ما راح أشرح لكم عن أنواع تأنيب الضمير والليالي اللي ما نمت فيها وإلى الآن أتذكرها، لكن صار في نوع من الخوف لما تكرر بعد كذا سلوك معين غير سوي، وأنا جيت قربت عليه وأبغى يكون وجهي قريب من عنده عشان أشرح له. الولد خاف، رجعوا، فكان في خوف مني أنا في ذيك اللحظة، يعني عاهدت نفسي إني أنا فعلا نهائيا ما أكرر هذا السلوك، لأنه أثر على علاقتي بطفلي، أنا ما أبغى طفلي يخاف مني، أنا أبغى طفلي يقتنع ويفهم إن هالسلوك هذا غير مناسب. إيش تأثيره؟ تأثيره إلى الآن على الطفل، ما هو طفل الآن، هو كبير في الجامعة،
إلى الآن لما إحنا نتكلم عن أسلوب الضرب ولا العنف اللي نشوفه في بعض المجتمعات أو كذا، وأقول أنا ما أأيد الشيء هذا، أسلوب غير مناسب، في أساليب أخرى بديلة يا ريت إحنا نستخدمها. إلى الآن يعايرني في موضوع الضرب، إلى الآن يذكرني فيه. فإيش تأثيره؟ في ناس بالذات الكبار في السن، البالغين من أمهاتنا أو حتى إحنا، يعني اللي في جيلنا أو الجيل اللي بعدنا، يقولون والله الضرب ما ضرنا، إحنا وإحنا صغار كنا ننطق، والله إذا أنا سويت شيء غلط ولا خربت البيت ولا نظفت ولا إذا ما درست ولا إذا جبت علامات سيئة، أبوي يعطيني كف ولا أمي تعطيني كف، ولا كنت أنطق كنت أنجلد. وكان في أنواع أسلحة، ويعني يتكلموا عن أنواع الأسلحة. إحنا ما ضرنا، شوفي إذا ما فينا شيء ليش أنت تقولين الضرب غير مناسب؟ أولا، مين اللي قال إنهم ما انضروا؟ مين اللي قال، أو إيش الإثبات إنه مشكلاتك الحالية غير مرتبطة بذكريات الماضي؟ المشكلات النفسية بحسب الدراسات كلها، معظم المشكلات النفسية في عيادات الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين سببها مشكلات الطفولة، ما كانت كلها سببها مشكلات الطفولة. أنا ما أتكلم عن مشكلات الطفولة أقول فقط الضرب، لكن ذكريات الطفولة. والضرب كأسلوب عقاب ما هو ذكرى جيدة، ذكرى مخيفة، فيها احتقار لذات الطفل، فيها تقليل من شأنه، فبالتالي هذه كلها تعتبر يعني المشكلات الحالية عند الشخص. قد يكون لديك عدم ثقة في نفسك، أو قد يكون لديك مثلا خجل، تأتأة، تردد، أنت نفسك عنيف على الآخرين في مزحك مع زملائك أو مع أطفالك وإلى آخره، فكلها تكون بسبب الضرب. الأب أو الأم اللي يضرب، في مشاركة هنا، هل تنتقل هذه العادة للطفل لما يكبر؟ نعم نعم بالضبط، يصير إسقاط. فاللي أنا أبغى أقوله إن الناس اللي يقولون لا إحنا انضربنا وأهالينا عودونا على الأسلوب التربوي هذا وبالعكس طلعت سلوكياتنا سليمة وإيجابية، الكلام هذا غير صحيح. وأنتوا اعملوا بحث بسيط وتلاقون دراسات مدعمة بالأدلة العلمية والإثباتات بأنه لا يسبب مشكلات كثيرة. أبغى أشرح شوية بشأن المشكلات باختصار، يعني إيش الأضرار. الآن أنت يعني أنتوا كمستمعين، لو تخيل أنت عملت شيء خاطئ وانضربت عليه في الشغل مثلا، قصرت في عمل وجاك ضرب، إيش اللي راح تحس فيه؟ على طول مباشرة راح تحس إنه أنت إنسان احتقرت. طيب الطفل نفس الشيء، نفس الإحساس، يشعر إنه هو تم احتقاره، إنه هو ما عنده كرامة. اللي يحصل عادة شغلتين، إما السلوك يتوقف أو السلوك يستمر أو يزيد. زي ما ذكرت لكم، إذا توقف معناته انه انا ما استفدت شيء، الطفل ما فهم ليش او ما اقتنع، توقف فقط خوف من العنف واساليب العقاب السلبية كتوبيخ او صراخ او ضرب، او يمكن انا ما ابغى اسبب مشكلات دائما في البيت، اشوف اسرتي في خلاف فانا خليني اوقف ما اعمل السلوك. لا، ما ابغى انا الطفل يوقف بهذا السبب، لازم يفهم عشان ما يكرره مرة ثانية، او يكون يزيد. فبالتالي الزيادة دائما يكون سببها الاعتزاز بالنفس، الطفل يبغى يثبت انه انا ليش انهنت، فيصير كأنه نم، كأنه يعني ما عاد عنده احساس. وكثير اسمع هالمقول، الامهات يقولون والله ما عاد صار عنده احساس، نضربه ما يحسون بالضرب. طيب وقفوا، لما تقولون ما عاد عنده احساس، اذا انت ما استفدتي. الهدف منك انه انت تبغين تنشئين جيل صالح معتمد على نفسه، يخشى الله قبل أن يخشاك. بس أنت إذا استمريتي بهذا الأسلوب، إما أنه زي ما ذكرتكم يتوقف
من غير فهم وقناعة، أو أنه يستمر في السلوك عناد لك وإثبات لي كرامته. أيضا يكون ما في ثقة بين الأم وابنها، الثقة تنعدم ما بين الوالدين والطفل، يعني الطفل ممكن يخطئ ويخفي ويكذب، يرجع للكذب خوفا من العقوبات. الطفل يحاول يدخل نفسه في مشكلات أخرى ويخفي حقائق هامة، خاصة طفل هذا لحاله يحتاج معرفة أولياء الأمور، يحتاج دعمهم، لكن يضطر أنه يخفي الشيء هذا خوفا أو من العقاب. طب وش الحل؟ الحل المعادلة التالية، أرجو أنها تكون واضحة. إيش المعادلة هذه تقول؟ المعادلة تقول أنه أنا عشان أعمل تعديل سلوك سليم، يعني يكون عندي أسلوب لتعديل السلوك ناجح، عندي تجاهل السلوك السلبي والتركيز على السلوك الإيجابي. تجاهل السلوك السلبي والتركيز على السلوك الإيجابي. إذا أنا هنا استخدمت استراتيجيتين، إنه أنا الاستراتيجية الأولى استراتيجية التجاهل. متى أتجاهل؟ أول شيء إذا كان السلوك جديد، أول مرة يظهر، أو يعني تكرر لكن مو كثير، سلوك جديد يمكن يبغى يلفت الانتباه، يمكن ملل، يمكن، لكن أنا أتجاهله. التجاهل عادة يؤدي إلى الإطفاء، خلاص ما في، يعني عملت السلوك هذا وما جاني ردة فعل إيجابية، فليش أسوي مرة ثانية؟ خلاص بوقف عن هالسلوك. التجاهل أيضا أحيانا يفيد لمعرفة أنه عدم الحصول على الشيء، يعني أنت تجاهلتي فبالتالي الطفل ما حصل على شيء معين، لكن بالمقابل أبغى أركز على السلوك الإيجابي، يعني كل مرة الطفل يقوم بعمل شيء إيجابي عززي، مكافأة، نجوم، استيكرات إلى آخره. هذه هي المعادلة بشكل عام باختصار. كيف أبدأها؟ أبدأ المعادلة بإني أنا أولا أختار ما هي السلوكيات التي أرغب بتعديلها. افرض الطفل مثلا عندك 10 سلوكيات ما تقدرين كلها تعدلينها، ومن الخطأ أني أنا أعدل أكثر من سلوك في وقت واحد. ركزي، كيف تركزين؟ مثل ما يقولون بالإنجليزي pick your battle، اختار معركتك اللي بتخوضها مع طفلك، اعتبريها من هالنوع. فأنت اختاري، ابدأي بالسلوكيات اللي فيها ضرر عليه واللي فيها ضرر على الآخرين واللي مأثرة على نفسيتك أكثر، وسلوكين بالكثير فقط. زين، لما اخترتي هالسلوكين تعالي واشرحيهم للطفل. التفاهم والحوار المفتوح بأسلوب لطيف أحيانا يعني الطفل يستفيد منه، كل اللي كان يحتاجه الطفل أنه يستوعب ويفهم. إذا كان الطفل ما عنده القدرة أنه يفهم بسبب صغر العمر أو التأخر العقلي أو تأخر قدراتي، بإمكانك تشرحينه بطريقة مصورة، صور مثلا أنه فلان لما يعمل كذا ماما تزعل أو ماما تتضايق، وهالشيء هذا يخلي مثلا البيت يخرب أو التكسير يخلي كذا، أو أختك مثلا لما ضربتها أوج يعورها. في أساليب تقدرين توصلينها للطفل، لكن الشرح والمناقشة وشرح ليش أنا هالسلوك هذا يعتبر غير مقبول، يعني ما تجين تقولي لا وقف وبس، أو لا تسوي الشيء هذا وخلاص، أو لا، أو اعملي السلوك الفلاني، أنت استبدلتي وشرحتي السلوك الجيد، قومي نظفي الشغلة الفلانية. طب ليش؟ أحيانا أنت تحسي أنه بديهي، لكن لازم يفهمه، خصوصا الأطفال الصغار في العمر. لابد أني أنا أشرح لماذا نطلب منهم القيام بهذه السلوكيات الإيجابية، وما هو ضرر السلوك السلبي اللي يقومون فيه، إيش ضرره على نفسه وإيش ضرره على الآخرين. أحيانا الطفل ما يكون فعلا عارف أو فاهم حتى سبب العقاب، فليش تعاقبين؟ فابدأي بالشرح بالأسلوب اللطيف بالتفاهم وباستمرارية التذكير. ذكري الطفل ليش هذا السلوك غير سوي وليش هذا السلوك سوي. أوكي،
المرحلة الثانية أو النقطة الثانية إني أنا أساعد الشخص وأعطيه بدائل. الطفل يعمل سلوك غير سوي، إذا كان ملل نظمي له جدوله وأعطيه أنشطة بديلة. إذا كان الطفل مثلا يقوم الشيء بشيء معين، لفت الانتباه، أعطيه وقتك، سولفي معاه، العبي معاه، أعطيه وقت مناسب. أوجدي بدائل للسلوك الغير مرغوب فيه أحيانا حتى لفظيا، يعني لما تقولي لا لا تقوم بالشيء هذا ما يكفي، قولي لا تقوم بالشيء هذا لأن أضراره كذا كذا، وقوم بالشيء الفلاني. وصف المشاعر. الآن إحنا كنا نمر بأزمة، يعني أزمة عالمية، الطفل مو بقادر يعبر، ساعديه يعبر، إما إنك تسألينه أو أنت تشرحين لنفسك مثلا ظروفي كذا، الوضع متضايق، هذا الشيء سبب لي غضب، أنا حزينة اليوم، أنت إيش شعورك؟ تساعدينه في التعبير. إذا كان زي ما ذكرت لكم الطفل غير ناطق أو حتى ينطق بس بكلمات محدودة، أعطيه بدائل. أنت عملي يعني استنتجي أو استبقي السلوك الغير سوي قبل ما يبدأ السلوك الغير سوي، أنت وفري البدائل مثلا بطاقات أو صور أو مثلا ثرمومتر للمشاعر، المهم أعطيه بدائل للتعبير عن نفسه وليش هو متضايق، هل هو يشعر بالملل، هل يبغى يطلع يلعب في الحديقة، هل هو يبغى هل جوعان إلى آخره. المهم أنك أنت تعطينه أسلوب بديل يعبر فيه. فإلى الآن إحنا ما عقبنا، لو لاحظتوا كل هذا الشرح إحنا قاعدين نقوم فيه، إلى الآن ما وصلنا ولا اضطرينا حتى لمرحلة العقاب. المرحلة الرابعة زي ما ذكرت لكم، إذا قمنا إحنا وشرحنا للطفل واخترنا السلوك اللي نبغى نستهدفه وشرحنا له تأثيره، أعطيناه بدائل وساعدناه إنه يعبر فيها عن نفسه لكن قام بالسلوك الغير سوي، لا تغضبين، يجب أن أنت تتمالكين نفسك حتى تكونين في موقف قوة، وفي نفس الوقت تجاهلي السلوك الغير مرغوب فيه في فترة محدودة في نفس اليوم، على طول عززي السلوك المناسب حتى لو ما وصل أنت لمرحلة السلوك الإيجابي، لكن إلى حد ما ذكر كلمة معينة أو شكر شخص معين أو بدأ بإزالة شيء أو رمى منديل إلى آخره، بغض النظر عن السلوك على طول عززي هذا السلوك الإيجابي. ليش؟ لأنه أنت كذا جالسة تشكلين السلوك، وصلتي لمرحلة تشكيل السلوك الإيجابي. وبطريقة التسلسل والتدرج نبدأ نشكل السلوك المرغوب فيه. طيب عملنا كل هالأشياء هذه وما زال السلوك يحصل، هنا أنا ممكن ألجأ لأسلوب العقاب، لكن زي ما ذكرت لكم يعني ولا واحد من أساليب العقاب اللي قلتها قبل شوي يعتبر أسلوب مناسب. في عندك كم هائل من أساليب العقاب. الأطفال من سن السنتين نقدر نعمل لهم شيء يسمى الوقت المستقطع time out. طبعا هذا مو مسألة حبس، أخذ الطفل وأسكر عليه وقت مستقطع بغرفة ولا يعني أعمله بطريقة غير مدروسة، لا يكون بطريقة مدروسة وأحسب ساعتي وقت زمني معين، عمر السنتين دقيقتين وهكذا تصعد. وقت مستقطع، أهم شيء إنه أنا أختار زاوية ما فيها ألعاب مثيرات مشتتات، يعني ما أجي عاقبه وأكافئه في نفس الوقت، أحطه في مكان في زاوية وأقول له أشرح، ما أخذه وأعاقبه، لا أشرح ليش، ماما متضايقة علشان حصل كذا وكذا، فبالتالي يا فلان تعال واجلس هنا وفكر في الشيء اللي سويته، فكر ليش انت جالس هنا وفكر ايش اللي راح يحصل بعد ما يخلص الوقت المستقطع. لا تقولي له تعال قول آسف، لأن الاعتذار لا يعني شيء، سلوك جيد ان احنا نعودهم على الاعتذار لكن مش مهم، المهم انه يفهم الطفل ليش. فالوقت المستقطع زي ما ذكرت لكم أسلوب إيجابي أبدأ فيه من سن السنتين، وما فيها أي ضرر على نفسية الطفل لأني أنا لا صرخت ولا حقرت ولا إلى آخر. النقطة الثانية، أحد منكم شارك قبل شوي وذكر أنه أنا أخليه يجي وينظف معاي الزجاج المكسور، هذه اسمها الغرامة أو التكلفة. ليش الغرامة؟ إنه أنا بما إنك عملت الشيء هذا أعطيك غرامة مادية أو معنوية.
يعني مثلا عمل معين، نشاط معين، شيء انك لازم تسويه تساعدني فيه باسلوب محبب، باسلوب المشاركة ايضا، ما يكون فيها اذلال. في نقطة حبيت اتكلم عنها، يعني بالنسبة للأساليب قبل ما نبدأ بالعقاب، في أسلوب النمذجة. أنت يا أب قدوة، وتكلمتوا أنتوا قبل شوي عن الصراخ وأنه هل الطفل يقلد النمذجة. أحيانا الطفل ما هو عارف وش السلوك المرغوب فيه، كيف أتكلم، كيف أعبر عن غضبي، أو كيف مثلا آداب الطعام المطلوبة مني، أو كيف أتصرف. فأنت نمذج الشيء هذا، ويكون النمذجة مستمرة باستمرار، يعني باستمرار قلدي الشيء المطلوب منه، ونبهي، الفت انتباه أنه أنا أعمل كذا علشان كذا، وهذا الشيء صح وهذا الشيء مناسب وإلى آخره. آخر أسلوب من العقاب اللي هو الحرمان. الحرمان من الأساليب العقاب المقبولة، أني أنا آخذ شيء محبب من الطفل و أحرمه منه فترة معينة محدودة، لكن انتبهي ما تجين تحرمين من هالشيء هذا وقام بسلوك آخر وتحرمين من شيء ثاني، ولا تجمعين كل السلوكيات. يعني مثال اللي شرحت لكم قبل شوي، لو الأم جت وأخذت الآيباد، هذا حرمان، بس أنت حرمتيه عشان أي سلوك؟ هل لأنه جلس على الآيباد يلعب جيم وقت طويل، ولا علشان ما نظف المكان اللي هو يلعب فيه ومليان قراطيس وكاس مكبوب عصير وإلى آخره، ولا علشانه كسر، ولا علشان ما سمع كلامك؟ حددي. يعني انت لما تحرمين تاخذين شيء محبب من الطفل، يكون عشان سلوك واحد بس، وتجاهل السلوكيات الاخرى. اهم شيء في العقاب اني انا ما اعاقب يوم وانسى يوم ثاني، لازم يكون في استمرارية، ولا يصير في ارباك، الطفل لن يستمر. استمري في الاسلوب المعين اللي تستخدمينه، ولازم يكون العقاب فوري. يعني مثلا الطفل عمل شيء معين، اشوف تشوف اوريك، باخذ منك الايباد وتجيب بعد يومين ثلاثة تاخذينه منه، ما استفدنا شيء. لازم يكون فوري على طول، حصل السلوك نقوم بال العقاب الفوري. طبعا في مليان انواع مختلفه كثيره من اساليب العقاب. احيانا ممكن بدل ما انا اعمل حرمان، انا اخذ من النقاط اللي انا اعطيته اياه، مثلا اعطيته استيكرات كل يوم عمل شيء ايجابي، عززت عليه، وفي نهايه الاسبوع اعطيه شيء اكبر، ولا اعطيه مكافاه اكبر، او يعني شيء الطفل فعلا يحب. ما اقدر اقول لكم تطلعون اولادكم الان لانه ما نقدر، لكن اكافئ بشيء كبير. وإذا قام بسلوك غير سوي، أنقص من الاستيكرات عددها أو إلى آخره. ففي أنواع كثيرة من العقاب الهادئ الفعال بإمكاننا إحنا نطبقه من غير ما نحطم نفسية الطفل، نأثر على ثقته بنفسه، نسبب له مشكلات كبيرة، أو نعمل مثلا زي ما ذكرت لكم مقارنات وغيرها. تكون أساليب مناسبة، أهم شيء إني أنا أختار السلوك الغير مناسب، أشرح للطفل، أقول له ليش أنا أعتبره غير مناسب، أعطيه السلوكيات البديلة، وأختار زي ما ذكرت لكم سلوك معين، وأختار فترة زمنية معينة، وأبدأ أنقص من العقاب لين ما خلاص الطفل صار سلوك جيد باستمرار يؤديه. أنا تقريبا أحب أترك الآن المجال للإجابة على الأسئلة. أشكركم على الاستماع، وإن شاء الله تكونون استفدتم من هالدردشة الخفيفة. أنا الحقيقة حبيت أبعد عن النظريات، خصوصا النظرية السلوكية، أو تقريبا تحدثت عنها بطريقة غير مباشرة، بحيث إن إحنا نتكلم عن مسببات السلوك، محاولة إحنا نستبق السلوك الغير مرغوب فيه قبل ما يحدث، أعزز السلوك الإيجابي، أطفئ السلوك السلبي بالتجاهل، وإذا اضطريت أعمل العقاب بأساليب اللي ذكرتها. راح أبدأ بالمشاركات. عندنا هنا سؤال: كيف أتصرف مع الجد أو الجدة أو العم إذا ضربوا طفلي، وكيف أتجنب المشاكل مع الكبار؟ أنا أعتقد ما فيها أي مجاملة،
يعني لابد اني انا اتحدث معهم. يعني انت شوفي مين الشخص الافضل انه يتكلم، اذا كانوا اقاربك انت تتكلمي معهم، اذا هم اقارب الزوج الزوج الافضل انه يتكلم. لكن في النهاية انت كولي امر مسؤول عن طفلك، بامكانك انك انت توضح لهم او تعطيهم الاساليب البديلة، او تعطيهم شيء مثلا عززوا طفلي بالطريقة هذه اذا قام بالشيء. بالعكس احنا لما نشجعه راح يسمع الكلام افضل من العقاب. ويعني تدخلوا بقدر الإمكان، أوقفيه، لا تسمحي لأي شخص ولو كان والدك أو والدتك. كسر طفل كسر شيء من مصروفه، نشتري له بديل عنه؟ لا، أنا ما أشوف إنه يعني ليش، ما يعني ما أدري ليش هو تصرف بهالشكل هذا، ليش تصرف، ليش كسر الشيء الخاص فيه مع إنه من مصروفه، لكن ما أعطيه بديل. يعني مجرد إن الطفل فهم، إذا حس بالخطأ وإنه فعلا الشيء هذا غير مناسب، بتقدرين أنت تعطينه بديل بس بعد فترة زمنية معينة. يعني حاولي تتركين فترة الأثر، أثر اللي سببه هالشيء هذا. اوريدي تعاقب هو من خلال الشيء هذا، انكسر من نفسه أو هو كسره على حسب ما يبدو لي. اللي عمرهم 10 سنوات، طفل عنده تشتت انتباه عمره 10 سنوات، الكلام الغير مناسب، السب، يعني ما أعرف إذا إذا أنت جربتي التجاهل وما توقف هذا السلوك، لابد من إنك أنت تركزين عليه. خلاص خلي هالسلوك هو الأولويات، زين؟ اشرحي للطفل تأثيره، أنت كوني قدوة له، حتى لو كانوا في آخرين يأدون هالشي هذا، اشرحي أمام الآخرين وقولي لهم يعني لازم يتوقفون، هذول قدوة. وأعطيه بدائل. في لحظة الغضب يقول كلمة معينة تكون مقبولة. يعني أتذكر وإحنا كنا صغار كان في شيء يعني نقوله بدل السب، واعتدنا عليها، صارت خلاص كلمة بديلة لكنها مقبولة. صحيح الأم مفروض تكون قدوة، هي بنفسها تعمل السلوك اللي تتمنى الطفل يمارسه. أفضل وقت للشرح لما يكون الطفل هادئ، ما هو مباشرة بعد السلوك الغير سوي، لا، انتظري وقت يكون فيه الطفل مركز معك وهادئ. نصيحة من أم من زمن بعيد، لو ينعاد الزمن كان ما مديت يدي على واحد منهم. وإن شاء الله يعني إنه ما يكون هالشي هذا أثر، ويكفي شعورك. أحياناً إحنا كبار، ممكن حتى وإحنا كبار نقدم اعتذار، واعتذارنا لشبابنا وشاباتنا يعني لهم الكثير، ممكن يساعدهم في تحسن أشياء معينة في حياتهم يعني، ويسوي لهم راحة نفسية. الخصم من المصروف هذا أسلوب عقاب إيجابي، يعني إحنا قلنا عقاب سلبي وعقاب إيجابي، العقاب هذا يعتبره جيد. الطفل ضرب الذات أو إيذاء الذات وضرب النفس من كثير من السلوكيات تحصل، بس يعني إذا الطفل ما عنده مشكلات سلوكية أو اضطراب نمو معين، يعني مثل اضطراب طيف التوحد، قد يكون لفت الانتباه. يعني تعرفون الأطفال اللي يسوون شيء ومن طرف عينه يشوف أنت تطالعينه أو لا، جمدوا قلوبكم، يعني تجاهلوا، عملوا اغنور، ديليت لهالسلوك هذا، وينطفي السلوك بشكل بهالطريقة. وفي نفس الوقت اشرحي له السلوك الصح، يعني ليش يسوي الشيء هذا، اذا كان يبغى كذا يقول لي ابغى كذا، اعطيني، اعطيه صور، اعطيه بطاقات، اعطيه شيء يفهم ان كيف يطلب اللي يبيه من غير ما يضرب نفسه، ما يحتاج يلفت الانتباه. وقضاء الوقت، يعني حطي للطفل وقت معين كل يوم، يصير فيه تفاعل، يصير فيه نظرات، يصير فيه احتضان، هالشي هذا يساعد الطفل يحسه بثقة بنفسه، فما هو مضطر يلفت انتباهك.
هنا تقصد الطفل إذا كسر شيء بالبيت عاقبه تغريمه من مصروفه. نعم، مرة أسلوب حلو. إحنا قلنا الغرامة ممكن تكون بشيء مادي، يعني يكون غرامة مادية، شيء أنا آخذه منه، أو يعني تكلفة للاستجابات السلبية اللي حصلت من عنده. القصص جدا حلوة، بالذات القصص الاجتماعية، خصوصا للأطفال. يعني الأم اللي تقول طفلي عمره سنتين، أنت بإمكانك تألفين قصة صغيرة من 3 أو 4 صفحات، إنه فلان يعمل كذا، والشيء هذا خلي ماما تكون زعلانة، وإنه أحسن فلان يعمل كذا، فتشرحين السلوك البديل. والله لا، الضرب ليس الحل الوحيد. هنا في الضرب هو الحل الأخير في بعض الأمور، لا بد منه ولا يمكن إلغاء الضرب نهائيا. يعني أنا هذه وجهة نظر يعني خاصة فيك، مع الأسف ما أأيدها، لأنه فعلا لها آثار كثير سلبية، وزي ما ذكرت لكم ما يتوقف السلوك، صدقوني ما في قناعة. الفلوس أهم شيء، صحيح، زي اللي ما يلبس كمامة. يا فعلا، يعني احنا ممكن نسوي التعزيز بأنواع، يعني انا اعزي الطفل بالكلام، بالمديح، بالنقاط، بفلوس معينة مثلا، يعني احط له مبالغ معينة مستقطعة بحيث في نهاية الاسبوع يجمع شيء معين. لا معليش، ما اللي إلى الآن الصوت ضعيف، في أحد يقول الصوت ضعيف، لكن المشاركات اللي ما زالت تتكلم. أنا أفهم وجهة نظركم، لكن أولا الجيل تغير، يعني إحنا بأساليب التربية المناسبة اللي بإمكاننا نعاقبهم ونخليهم يدفعون حساب السلوك الغير سوي، وفي غرامة وفي ضريبة يستفيدون منها ويتعلمون شيء لمصلحتهم، أفضل من إني أنا أعاقب بالضرب. ورغم هذا ممكن الشخص تكون عنده مشكلات معينة نفسيا في المستقبل، حتى لو أنت ما ضربتيه. يعني زي ما ذكرت لكم، يعني يمكن لما إحنا في البداية قلت لكم إنه إحنا يا الكبار أو في ناس كبار تقول والله إحنا انضربنا وما أثر علينا. لا، يعني العوامل البيئية اختلفت، العوامل النفسية اختلفت، الجيل نفسه اختلف، التركيبة حتى الجينية للجيل اختلفت. جربوا انكم ما تضربون، جربوا الأساليب الأخرى اللي تكلمت عنها، جربي انك انت تعاقبين بطريقة غير الضرب، وصدقوني راح تلاقون في استجابة أسرع. ما في مشاركات، وقفت. الآن يا أعتقد المشاركات خلاص. أنا أحب المدرسة اللي كانت تضربني. صحيح، شوفوا يعني هو كله بالنهاية الهدف مصلحة الطفل، لكن أحيانا أو غالبا يؤثر على نفسية الطفل، وبالنهاية ما صار لمصلحته، هذا صار ضرر له. وفي أساليب بديلة، ماني مضطرة، فيه ضعف مني أنا إذا بلجأ للضرب، معناته أنا ضعفت، ما عاد عندي حل. بالعكس، أنتم الأقوى، أنتم اللي عندكم خبرة، أنتم اللي عاشرتوا الطفل كم عمره مقارنة لكم، أنتم إيش خبراته إيش قدراته. خليك أنت الأقوى، واستخدمي أساليب أخرى، في عندك أشياء كثيرة ممكن تسوينها في العقاب غير أساليب العقاب بالضرب. يعني في بعض النظريات، خصوصا في نظريات تربوية كانت تتكلم عن الضرب الغير مبرح للطفل الصغير، اللي هي تكون بهالشكل، الضرب البسيط على اليد، إنه يعني اضربوا على يدهم عشان يفهم أو يحس إن هالشي هذا خطأ. إذا أنت يعني استنفذتي كل أساليب تعديل السلوك، كل أساليب العقاب الأخرى الغير جسدية، إذا آخر شيء ممكن تلجئين هذا الأسلوب.
نعم في أشخاص ممكن يستخدمونها، لكن في أيضا ناس انضروا منها، في أطفال صارت عندهم مشاكل بسببها. ثانيا فيه أسر تسيء فهمها، ما تعرف وش الدرجة. يعني لما تقولين ضرب غير مؤلم، ما في درجة معينة، لا يقاس، فليش أصلا أنا أستخدمه؟ في سؤال إذا إنه كيف أتعامل مع مشكلة الضرب لدى طفل عنده إعاقة عقلية؟ يعني هو الطفل اللي يضرب الآخرين، هو يعتبر سلوك طبعا غير سوي. يعني إحنا كل الاستراتيجيات اللي تكلمنا عنها بنعدل السلوك. إذا الطفل السلوك الغير سوي اللي هو يقوم فيه يعني سلوك الضرب أو ضرب الآخرين، كانت تلجئين لأحد الأساليب اللي ذكرتها. مثلا عندك الوقت المستقطع، ممكن الحرمان من شيء يحبه الطفل، أو يقوم بعمل معين إضافي تناقشين فيه أو تذكرين الخطأ، التجاهل، الإطفاء، كل هذه أساليب معينة. بس أهم شيء الاستمرارية، ما تقولي والله لا الحين تعبانة ما لي خلق، لا على طول عدلي السلوك. طفل ما يتكلم وعنده فرط حركة يفهمني، لكن يستخدم إيش يستغل عدم الكلام، لأنه ما يتكلم، بتجاهل بعض الأوامر. أعطيه بدائل للكلام، إذا هو ما يقدر يتكلم أعطيه بدائل للتواصل، يعني لا يكون عنده عذر. ممكن يكون بطاقات مصورة، ممكن آيباد. والله إذا يعني تكلمتوا أنتوا، هنا جاني سؤال رائع زي ما يقولون دقيتوا على الوتر الحساس، اختلاف التربية بين الأم والأب. يعني احنا تكلمنا في محادثات سابقة غير اليوم عن هالشيء هذا، وأنه بقدر الإمكان لابد أنه يصير فيه الاتفاقية. يعني لازم الأم والأب يبذلون مجهود أنهم يتفقون على أساليب التربية، أو على الأقل يوزعونها. أنه إذا حصل سلوك معين، أنت مثلا تكون مسؤول عن السلوكيات المعينة الفلانية. إذا كانوا كلهم متواجدين باستمرار، خاصة الآن مع فترة يعني تواجدنا بالمنزل، لكن لابد يصير في اتفاق. يعني إذا أنا أمي تسامحني وأبوي ما يسامحني، أو العكس، بعرف متى أسوي السلوك هذا. إذا ما تغير شيء، فلا بد إنه الأم أو الأب يجلسون مع بعض ويتكلمون ويتصارحون ويختارون وينتقون الأساليب اللي ترضيهم اثنيناتهم، ترضي الطرفين. أهم شيء ما يكون فيها مشاكل عقاب يعني مؤذية نفسيا أو جسديا. طيب والله البث الآن احنا خلصنا تقريبا، بدأنا من ساعة، وأعتقد أنه ما أقدر أنا أتجاوز الساعة، لكن بيننا لقاءات كثير. إن شاء الله جمعية إشراق مشكورة بتثبت البث، إما عندهم في موقع تويتر أو على قناتهم الخاصة باليوتيوب. وفي حالة وجود أسئلة أخرى أو مشاركات أكتبوها، وأنا إن شاء الله إذا أسعفني الوقت أقدر أرد على استفساراتكم في الفترات اللي تناسبني تحت الفيديو نفسه بعد ما يتثبت. وأشكر لكم تواجدكم، وأشكر لكم حسن استماعكم، وإن شاء الله أكون يعني أفدتكم ولو بشيء بسيط أو بشيء يعني مفيد. أيضا بإمكانكم بعد ما يتثبت تعيدون نشره لمن ترون أنه يناسبهم، خصوصا الوالدين الجداد يعني على الأمومة والأبوة، يمكن يحتاجون الشيء هذا أكثر. إلى اللقاء، ألقاكم إن شاء الله عن قريب، وتابعونا، وأرجو أنكم تلتزمون بتواجدكم بالمنزل وما تخرجون إلا للضرورة. وفي حالة وجود أي خلافات أو مشكلات، موضوع اليوم إن شاء الله راح يفيدكم للخف من أو التخفيف من التوتر والضغوطات النفسية. إلى اللقاء، وتصبحون على خير.